حول الموسم الدراسي المقبل قال أمزازي أنه سينطلق يوم 1 شتنبر باستئناف المدراء لعملهم، ويوم 2 شتنبر موعد استئناف العمل بالنسبة للأساتذة، على أن تنطلق الدراسة فعليا يوم 3 شتنبر 2021. وأكد وزير التربية الوطنية أن وزارته بدأت التحضير للموسم المقبل منذ شهر مارس الماضي من خلال تأهيل المؤسسات وتوفير الموارد البشرية وإجراء الحركات الانتقالية وتعيين الخريجين الجدد ومواكبتهم وتحديد الأنماط التربوية المنتظر اعتمادها.